السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب. اليوم يا شباب 5/10/2022، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. اليوم يا شباب الأربعاء احنا في سوق البقارة جنوب محافظة الحسكة. عندنا عبد الدلال منصور ابو محمد، عنده عجاي عليها مزاد 255 الف ليرة سوري يا شباب. عندكم شيء؟ اي نعم، اللهم صل على سيدنا. يلا باعت ب 500، باعت ابو محمد، باعت 255 255 على انا ابو غاسم سجل 255. اليوم الوضع رشيش. هاي اول واحده الدنيا الصبح. وهاي يا شباب وصلنا للدلال عمار الحمداني ابو احمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحركه بيها هدوء هدوء. شو رايك ابو احمد؟ اخبارك؟ شلون وضع السوق اليوم؟ مهدي مهدي السوق. ما صورتكم ما صورين. اي نعم ابو احمد، شو الميزان شو طالب عليه؟ 350 طالب عليه الوحده 350 الف ليره سوري. ما صار. اي نعم. والله ذن طيبات ما شاء الله عليه. ها آه شوام لان ما بعرف 400 عمار ما شاء الله علينا يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد. ابو احمد احمد شنو سنين ابو احمد؟ 9 ثنايا ثنايا ما شاء الله عليه. هاي رباع وليش رباع وين؟ اي شوفها شوي ابو اطرق بس ايه تمام اشرح سيدي. العزاد طيبات يا شباب ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. مليون طالب عليها المليون فصل يعني ما جو المليون ما تبيع. ثلاث ايه 300 ألف مليون ليره سوريه يا شباب، يريدها 3 مليون ليره سوري. اللهم صل على سيدنا محمد. صارت 300 هذا دواب يا شباب، صارن 300 اليوم 300. اي نعم كانه السوق فيه هدوء ابوه، السوق شوي كاسر يا شباب. اظن 300 شو رايك صالح؟ شلون السوق اليوم؟ والله ما في سوق، ما في شرايين، ما في السوق. اي والله السوق مهدي اليوم. يعين الله. 3000 يعني اذا ايش قد كان لنا ابو احمد تقريبا؟ 400 كان 400 طبعا الوحده يا شباب اليوم 300 اي نعم. طبعا انت ما بعت صار اي ما بعت. هذا خروف يا شباب، خروف قربت صار 200 ألف ما باعه صار. اي نعم اللهم صل على سيدنا. هاي ما صارت. مثل هاي ايش طالب عليها ابو احمد؟ والله طلب من 300 ما حد طالب عليها 300 وما صارت. اي نعم هذا خراف يا شباب، ما الربط صار 250 الف ليره سوري الواحد. اي نعم 300 اشترينا 300 اشترينا 300 اشترينا 300 ترى راجع لك 40 ما جو 300 ما يفرق. اي نعم اللهم صل على سيدنا الزعيم هذا. هذا حطوا واجهه. اي نعم حطوا واجهه ذا مو معروف دوليا. والنعم والله. وهاي قنم طيبه يا شباب عند ابو احمد. اي نعم ما صارت بشيء. ايش طالب عليه ابو احمد هاي؟ قنم زينه يا شباب، طالب عليه 300 ما صارت بشيء. اي نعم ابو احمد السوق يعني ما زال غالي، اما حركه الشراء ما بي. ما بي اي ما بي ما حد يشتري. ما حد يشتري. والله انا شفت نهار السبت شوي سوق مهدي بمشير. البارحه نهار قال يثير والله اثنين ايوه ايش عندنا لسه عندنا الصبح اللهم صل على سيدنا. اينا هاي وصلنا دلال علي ابو ناس شباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 350 هاي 350 الف طبعا تطلب عليها انت تطلب عليها ما صار. اي ما صار نعم. هاي 350 هاي فطيمه يريدها ب 300 الف. اي نعم صارت 200 اول ما زاد. صارت مزادها اول 100 اول مزاد 200 الف. اي نعم كان السوق به تداي ابو ناس والله صاروا شيء 4-5 ايام مهدي السوق. هذا اللي يريدن ب 500 الف الجوز يا شباب، يريدن 500 الف الجوز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وين عجل 150 الف صارت؟ نعم يريدن 150. اي نعم اسخلات يا شباب صارت ثنايا لسه. ها ثنايا حياك الله. 100 الف 150 150 صار 125 صار 125 الوحده يا شباب اسخلات ثنايا ويريدن 150 150 هاي نعجة ثنية يريد 200 ألف. هاي ثنية زادت 200 ألف. وهاي يريد 200 ألف ثنية. هاي فطيمة يريد 125. 125 فطيمة. إي نعم. هذا أنا دواب فتاية يا شباب. يريد الوحدة 350 ألف ليرة سوري. طبعا ما صارت بشيء. ما صارت. إي نعم. سخالة هذه أريدها 150 ألف. هاي سخالة يريد 150 ألف ما صارت بشيء. فطايم على 100 100. فطايم على 100 100. إي نعم. نعجة 200 ألف. نعجة 200 ألف. أبو ناس السوق كأنه
يعني من اسبوع زين السوق شاف والله من اسبوع وغاد كان حيل زين. اي نعم من اسبوع جاي والله شوبط شوي يعني. هلا السعر انتم لساكم غالي السعر تطلبونه؟ اي نطلب ما بس ما حرك شرب يعني حركه. يعين الله ابو يعين الله الحمد لله. الربجة الدلال ابراهيم الشرابي ابو احمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله يا شباب السوق بيتدا سوق البقرة جنوب محافظة العسكة اليوم يعني الحركة ضعيفة للغاية يعني الحلال قليل ما هو بل حتى اغلى من الوسط يعني والسوق ضعيف يعني حركة تعبان اليوم تعبان حركة تعبان. هذا المريع عند ابو احمد ما صار بشي. طبعا قيمته لحم جاي يطلب عليه 500 ألف ليرة سوري قيمة لحم ما هو قيمة انه مرياع قعود يعني اما قيمته قيمة لحم. اللهم صل على سيدنا محمد. اي نعم قيمة لحم ما شاء الله عليه والله لحمه جيد جيد. هل العنز البيضة صارت بشي ابو احمد؟ 275 هاي العنز البيضة يا شباب صارت 275 ألف ليرة سوري. اي نعم خلفية طيبة ما شاء الله عليها. الحمراء البيضة ما صارت مو؟ ما صارت الحمراء اما هاي البيضة صارت 275 طبعا قيمتها لحم يا شباب يعني السوق كله قيمته قيمة لحم. هذا الناجدة يا شباب يريد الواحد 175 ألف ليرة سوري ما صار المشي. اللهم صل على سيدنا محمد. جدا لحم يعني اللحم هو الشقال. اي نعم العالم قاعدة لا شرية ولا بيعة ما بغير قصابة يفتلون ابو بحر وربعه. أساء اليوم الشهر صار 350 ألف سوري الشهر. كم رأس أبو أحمد ذا؟ 10 رؤوس يا شباب صار 350 ألف ليرة سوري مدتهن شهر كامل. إيه نعم ما بعت يعني أنت؟ لا أنت ما بعت ولا صاحب المبيع؟ صاحب المبيع. طيب أنت يعني الهاي هاي والقرفايدي صارت 650 ايوه شهر اثنين ها ايه وهاي صارت 640 تمام. اي نعم يعني ابو احمد قيمة النقدي اليوم يعني ايش قد يعني؟ واحد ثلاث على 300 دواب شنو سنهن؟ والله فتي فتيات. اي نعم صعب ما باع 350 لمدة الشهر ما باع. اي نعم الخمسة 11 ما باع 375 يبيع. اي نعم وهي وصلنا يا شباب للدلال ابو مراد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شلونك ابو مراد؟ حياك الله. كيف الصحة؟ هلا هلا سلامات. شلون السوق اليوم مراد؟ ها؟ شلون سوقكم؟ والله ماشي حال السوق مو زيادة والله. ما كلامك زين ابو بحر. تمام هذا انا 6 وربع؟ صار 125 يعني وحده 312500. نعم 312500 6 وربع جوز يا شباب ما باعن الريدين حتى 6 ونص ما تبيعن. ايوه 6 ونص صار يعني نبيع 6 ونص نبيع علينا دفع مصاري. اي نعم 625 صار. نعم ثنيه ورباع ثنيه ورباعيه. اي نعم على القصاب صار طبعا يا شباب اللهم صل على سيدنا. صارت هاي صارت 265 275 280 بيعها. اي نعم اللهم صل على سيدنا. ايوه شباب وصلنا للدلال الخال ابو جمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي نعم والله حركه السوق يا شباب بها بطء يعني بطء الاسعار ما زالت جيده الاسعار ولكن ببطء بحركه الشراء والبيع ببطء على عيني خال ابو جمال. عجوز عندنا مليون و200 يدفعون يا اخوي 800 ل 20000. ايوه مليون و200 طول بالك علي. ايه ردنا مليون و200 لسه ما افطر لسه ما افطر ثاني ما جاء السوع بحيل. هلا هلا تاجر البرازيات حيا الله. تريد مليون و200 مليون و200 الجوز يدفعوا لنا 700 ل 20 680 الوحده 180 الجوز الجوز مو الوحده انا شايبه الحمريه وتطلب مليون و200 إيه انت وين يبي فرق يا ابو جمال يبي فرق يا ابو مو عليك احجاني في فرق بس عشر بس عشر عشر. اي نعم جاي يطلب مليون و200 الجوز يا شباب وصار 700 الا 20 يعني 680 680 الجوز صار 680 الجوز ويطلب عليه مليون و200 طبعا يا شباب ما هذا مو بيع ولا سوم انت مو حقا مو حقا مو حقا بس عاد اليوم السوق شوي بين 10 ابو جمال اي 10 اي 10 ايوه اللهم صل على سيدنا محمد. هاي يا شباب جينا وصلنا الدلال ابو فوز. اي نعم عندنا عجة على الموز
العجل موز ذبح يا شباب مرضانا تعبان. ايش طالب عليه ابو؟ والله طلبنا 100 100000. إيه انا عجل يا شباب تعبانه. انا تعبانه طلبنا عليها 100 ولا هي 100 على الموز بس نسويها على الموز. اي نعم. هذا ابو فواز هذا صار 80 80. هذا صار 80 80. اي نعم قلم تعبانه يا شباب. ابو هذا ساق ساق سلم. طيب فواز بس تبيع هذا بدون كفاله؟ ايه بدون كفاله. بدون كفاله بدون كفاله يريدنا على 100 100 بدون كفاله ما ينكفلنا ذن. وهذا انا طلبنا عليه انا 3 هذين طلبنا اذا سالي من كفلني ينكفل الثابه. طيب وصلنا شباب للدلال ابو سامر العبيدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عنده هالخراف الحلوه ربج خراف يا شباب ما شاء الله تبارك الرحمن. شلونك عمي ابو سامر؟ اخبارك؟ شلون السوق اليوم؟ والله ماشي حالي ماشي حالي. ايش طالب على ذنه؟ اذن قلنا 325 ما صار شيء ولا اذن يطلب علينا 325 الف ليره سوريه الراس الواحد يا شباب وما صار نمشي ما شاء الله تبارك الله. كيفات يا اخي الله يسلمك. الله يسلمك. هذا خالد عرف طايمك عرف طايمك. اي نعم عرف طايمك نصورك هنا. شلون السوق خالد شلون السوق؟ مو زين والله مو زين الاسبوع هذا مو زين. انتم كغنامه غنامه اسبوع صار لكم ايش قدرة تتبع؟ ملينا 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 يفرج الله يعين الله الفرج عند الله ان شاء الله. اي نعم. الوحده مو؟ الوحده 165 الوحده يا شباب فطايم 165. ايش طالب علينا ابو سامر؟ والله قلنا 175 طالب عليه 175 الوحده طبعا ان شاء الله. اذن ابو سامر اذن 135 صار قلنا له 140 اذن 135 صار ويريد له 140 140 بيع بيع. اي اذا باع صاحبه اي نعم انت عليك تراجع صاحبه. هذا والله صار 125 125 جدي وش رايده؟ والله قلنا له 105 يريد 175 صار 125 هذا لنا جدايه صار 125 175 تريدون؟ 175 نريد 175 الف للواحد يا شباب. اسخلات ابو سامر؟ هذا لنا جدايه. ها جدايه؟ انا فكرنا اسخلات هذا. هذا نريد 125 ما صار نمشي. تمام هذا صار 250 قلنا لهم 300 300 ما له حل جوا 300 ما له حل اذا باع صح. ايوه تمام. وهي وصلنا شباب للدلال خالد ابو عمار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي نعم. شلونك ابو عمور؟ شلون السوق اليوم؟ ما السوق ضعيف والله. يعين الله يعين الله. مثل اذا صار نمشي طلبت علينا شيء؟ والله تسعه تسعه تسعه. اه 4.5 4.5 4.5 450 الف الوحده. وبايش رايدن؟ طالب علينا 4.5. هذا يا شباب طالب علينا 900 جوز 450 الوحده وما صار نمشي. اللهم صل على سيدنا محمد. مش فاهم؟ ايه حلوه. ابو حسين روح على ربجك جايك. هاي وصلنا دلال ابو حسين يا شباب. سلام ابو حسين اللهم صل على سيدنا محمد. عنده هنا عجل حلو. ايش طالب عليه ابو حسين؟ والله اريد 5.5 يريدها 550 ما تبدي عليها. تريدها ب 350 اريدها صارت 350 صارت 350 وتريدها ب 500 5.5 اللهم صل على سيدنا. حسين كم شات زينه؟ صورت الحرشيه النظامي. ايش صار ابو حسين؟ ايش طالب عليه؟ هذا اريد 800 طالب عليه 800000. وش وش رايده؟ اريد 800 اه تريده 800 ما صار بشيء. نعم ايوه اريده 800000 ما صار بشيء. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الخروفين صار 250 250 الواحد يا شباب. اللهم صل على سيدنا محمد. 250 الواحد طبعا ما باع يريد 300 300 الواحد. دلال ابو احمد منيف ابو احمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عنده الدواب الطيبات ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. غنم فوقانية يا شباب ما شاء الله تبارك الله. شلونك ابو حمود؟ شلون السوق اليوم؟ مو حيل هذا انا صار يمشي؟ 400 400 ما باعني يا شباب. يريدها ب 4.5 الوحدة. صار 400000 ليرة سوري الوحدة. جواب نظاف اي نعم ما شاء الله عليك. سلبيات وضرار هالاشياء. ايه بين عشارة ذن؟ كل راح تكون ان شاء الله. بين عشارة يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد. قصابة ما شاء الله ما شاء الله. يريدن ب4.5 ما باعهن ب400 400 ما باع. السوق مهدي السوق بيتداية قوية السوق حيل. هنا على راسي خال ابو حاتم. شلونك خال ابو حاتم؟ على راسي خال ابو حاتم. الله وين الغياب يا اخي؟ والله بين الايادي خالي. اخاف زعلان منه يا لا يا اخي ماني زعلان. اخاف في شيء لا ماشي يا ابن على راسي خال ابو حاتم. شلون السوق خال ابو حاتم؟ والله السوق مو زين يا اخي مو زياده. اي والله مهدي شوي مهدي شوي. اما يدورون اللحم اللحم ماشي تمام. هاي بيش صارت؟ صارت 200000 في حبه خدها هنا الحبابين فوق الحدود. انت ايش من هاي طالع بيها يعني تبيع الموز؟ ابيعها لا صار فيها صح صح ما ادري
ايوه نبيع حبه هنا ابى نبيع حبه هنا صارت 200 الف صارت 200 الف 200 الف على الشيخ على البحر عذيب البحر اي نعم 200 الف ايش طالب عليها ابو حاتم حرام كانك خبرك زين مني يا ابو حاتم ايش طالب عليها رباع 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 يلا رباعيه اي نعم ما شاء الله عليك يا ابو حاتم ايش رايد انت اريد 250 اريد 250 ان شاء الله طيب على راسي غلب 250 اريد يا ابو ما شاء الله عليك صارت 200 احنا مالك ما نحكي على راسي اذنب لا شو من جدة حد بخدم خدم ما يدري ما يدري هشام هشام هاي هشام خمسة خيابة 5000 في هشام 5000 في البحر خمسة آلاف في البحر 10 عليك 5000 10 عليك 205000 205000 خلع صار بس نبي يا حبه خلع وين خدها يا ابا يا ابا معلم سلام صارت 205 العين نظيفه الصاخه اللحم لحم 205 205 يا ابو حاتم يرى خلف عويد بس بيها حبه وخذها اينا اشتري بربع رباعي قصير يريدونها فصل سجلها بربع 25 صارت 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 و 25 ابو 40000 يا شباب الله يسلمك 240000 لحم يا اخي العين نظيفه اي نعم شنو السالفه قاعد زغد يا اخي بيش بيش 240 صارت 240 240 42 احنا شغلتنا قال 50 حرج عليها 50000 اي نعم 250 يحرج يلا 250 حرج يا شباب حرج واحد حرج واحد 250 250000 اي نعم 250 جاد يرجع عليه يا شباب 250 الف ليره يا مهند اي نعم لك يا خال لك يا عبد الله لك يا شرابي لك يا منصور عندك شي اخوي عندكم شي اي نعم من العجايه هاي ابو عايد الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك ما باع ما باع والله نفس التفاحه تعال ترجع ناريه هذا الفطايم يا شباب صار 190 190 فطايم لحم اللهم صل على سيدنا محمد اي نعم يريد 200 200 ما شاء الله اي نعم يا شباب باع 250 الف انباعت تعال ابو عايد خذ السلامه اي نعم انباعت 250 طبعا صار تراجع من الحجيه ايه قبل ما نقسم التفاحه هاي شباب انقسمة التفاح هاي التفاحة يا ابا اي نعم هاي عادل اي نعم عادل والله اللهم صل على سيدنا حياكم غزال والله هذا نبحث 230 عمو هذا ندواب يا شباب صار 230 240 والله اي نعم الاسبوع الماضي دفع بين ركب طاقة 240 ها؟ كم اريد اتجوز يقول ركب طاقة اي اريد تركب طاقة اليوم صار 200 ايش قد؟ 230000 230000 دمشق طويل العمر ايش قد فصلنا ابو اريد 250 والله 250 230 230 الف صار اللهم صل وسلم 230 جد دلال ابو حسن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا بيضات مباراه اي نعم اللهم صل على سيدنا محمد شلونك يا عريس؟ وياك يا لبيك رغم انك ما عزمتني شلونك؟ اشوف والله نسيت الدنيا كلها ما يصير نسيت الدنيا كلها الاعلامي ما يصير تنساه ايه ابو حسن تجوز يا شباب ان شاء الله الف مبروك ابو حسن روح نبارك على بالك ان شاء الله الله يحفظك ما صار بشيء هاي ربج غنم يا شباب يريدها 300 350 زاد غنم ملحمه زينه اي نعم جايبه والله جابوا ما باعوه النهار يلا ايوه من نهارين ثلاث جابوا 350 ما باعوا واليوم يريدها 350 ما صار نمشي خالص اي نعم السوق ضعيف يعني عند كل الدلاله السوق ضعيف اي نعم هاي صار ابو حسن تريده ب 4.5 لا 4 هاي يريد 400 وصار 350 الف سوري اللهم صل على سيدنا وهي وصلنا يا شباب لسوق الخضره نتعرف على اسعار الخضره عند اخونا محمد شو رايك اخوي محمد هلا بك هلا مبارك نتعرف على اسعار من هنا خيو من البطاطا معلم البطاطا 2400 انت بالكيلو انت تحكي جاي تحكي بالكيلو 2400 البطاطا يا شباب البصل البصل 8.5 850 البصل يا شباب الكيلو جاي نحكي بالكيلو يا شباب النعناع النعناع 500 جرزه ايوه شده 500 الخيار 1500 هذا 1500 الباذنجان هذا الباذنجان 800 ترك هذا 800 وهذا نفس الشيء اللهانة 1200 الفليفلة هي 1000 ليرة الفاصوليا 2500 تمام الكوسة 1700 العنب اليوم 2500 ما ادري اذا لانه خير ما ادري دول ما عدنا الله يكثروا ولا 1500 البندوره 2300 ريال 2300 البندوره ايوه ابا اللهم صل على سيدنا محمد اليوم غاليه ما نشتري اليوم بغيتها بنوب غاليه يفرج الله يعين الله يعين الله ايش وصلنا يا شباب احنا وصلنا لسوق الاعلاف سوق البقاره جنوب محافظه الحسكس تحديدا بسوق الاعلاف
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي نعم احنا عند الدلال ابو احمد البجاري، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. راح نتعرف على اسعار الشعير يا شباب الحنطه، بما انه احنا مقدمين طبعا صرنا بايام الطشاش يعني البذار. اي نعم احنا دخلنا بالشهر العاشر وهو شهر البذار، يعني اكثر اغلبيه العالم ك بعل تزرع بالشهر العاشر. اي نعم اي نعم هذا الدلال احمد البجاري، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي وصلنا اخوي احمد. احمد شلون السوق اليوم؟ شلون سعرك؟ والله حركه ما فيها، حركه ضعيفه، ما في ضعيف، اسعار غاليه بس سعر ضعيف. تمام. الشعير النظامي احنا نشوف الشعير، الشعير النظامي السوري هذا عندكم 700 يدفعون 600، 2700 يدفعون 2600. نعم هذا وهذا وذاك. اي نعم هذا الشعير. اي نعم 2600 يا شباب الدفع والطلب 2700. شعير بذار اسود. طيب طيب لا إيه ابو حميد الابيض، الشعير الاوكراني 975 الكيلو، 1975 لل 2000 الكيلو يا شباب. نعم. كيلو الشعير هذا احمد اوكراني ولا اوكراني ام مطلوع فوقاني؟ بالله نعم. نجرب جرب جربناه هنا، احنا عندنا هنا اي نعم شغله نظامي. اي نعم نبتته نظامي. اي نعم. طيب الحنطه، الحنطه عندك من 2000 لل 2200 بعد اليوم، من 2000 لل 2200 اعلى سقف يعني 200 اعلى سقف، اعلى سقف 200. طيب الخال الشعير الخبز خلاص ثابتات من 1000 لل 1000 بي ما عليه اقبال خالص. لا 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 يعني بشكل عام السوق ما بي العلف سحب ضعيف، لانه يعني السعر ما صار مو العلف، احنا نريد البيضات كزراعه. سحب ضعيف بس سحب ضعيف ما بي ايوه طلب وما بي شراء، يعني ابو شوال اشدانه شوال ابو شوال اشدانه مصاري ما عاد ومصاري. يعين الله يا وحيد، يعين الله، يعين الله على راس ابو هاشم. هذا سوق العلافي يا شباب، طلب ضعيف جدا، يعني الاقبال ضعيف جدا 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 يا شباب. مضمون سوق البقرة دائما حلال وضعيف يعني، والحركة طبعا الحركة بشكل عام ضعيفة كل الأسواق، يعني صار هاليومين ثلاثة الحركة ضعيفة بكل ها؟ الحركة فين تبخت؟ يعين الله. اي نعم هذا هو سوقنا اليوم يا شباب، سوق البقرة جنوب محافظة الحسكة. الحركة تعبانة للغاية، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. تابعوا أخوكم أبو غزال البجاري على صفحة الفيسبوك على حسابنا الشخصي، للتواصل 0974 419 318. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.